أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول بأنه تقدم لشركة ووقع معهم العقد، وبدأوا يصرفون له يا فضيلة الشيخ الراتب، مع أنه لم يباشر حتى الآن. هذا يسمونها الاحتيال على السعودة، هذا لا يجوز، هذا أخذ للمال بغير حق، إما أن يشتغل وإلا لا يأخذ شيء، هذا كذب واحتيال. نعم.